اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم ان شاء الله غادي نجدو مع بعضنا دي كاب كيك او دي موفنز بالشوكولا، يعني بطريقه جد سهله ورائعه. اذا قبل ما ندوزو لطريقه التحضير غادي نطلب منكم مره اخرى ما تنساوناش من جيم بارتاج، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشرفونا ما ينساوناش من الاشتراك والضغط على زر الجرس حتى يوصلهم الجديد كذلك. اذا على بركتنا غادي ندوزو ونشوفو طريقه التحضير بعد الفاصل. على بركة الله، أول حاجة غنحتاجو 150 ملليلتر من الحليب درجة المطبخ، غادي نحتاجو 180 غرام من السكر، وتقدروا نديرو حتى 200 غرام من السكر حسب الذوق ديالكم. غادي نحتاجو 40 غرام من الشوكولاتة المرة أو التشوكليت باودر، غادي نحتاجو 200 ملليلتر من زيت المائدة، غادي نحتاجو بيضتين من درجة المطبخ، 120 غرام من الدقيق الناعم المغربل، كيس من الفانيلا أو 7 غرام الفانيلا، رشة ملح، 7 غرام من خميرة العجينة. بطبيعة الحال أول حاجة نحاولو نحللو السكر في الحليب. بسم الله، بهذه الطريقة هذي نحاولو نخدموه مزيان. استعملوا طراب يدوي أو طراب آلي حسب المتوفر حتى نتأكدوا بأن السكر داب تماما في الحليب. ملي كيدوب لينا السكر كنشوفو لون الحليب كيتغير. هنا غنضيفو الكاكاو، نضيفو بشوية نحاولو نخدمو مزيان حتى ينسجم. ضروري نخدموه على الأقل واحد 4 ديال الدقايق. من بعدنا غنضيفو سكر الفاني او الفانيلا السائله الى عندنا، رشه ملح، تحصلوا على هذا القوام. هذا هنا كنضيفوا زيت المائده، نحاول نضيفوه شكل خيط باش يسهل لنا اننا نمزجوا العناصر بسرعه. الى تمزج لينا هاد المكونين مزيان غنحسو ان الصوص تقلت، وفي هذه الحاله كنكونوا حصلنا على صلصه الشوكولاته. في هذه الحصه هذه انا وريتكم كيفاش غتصاوبوا صلصه الشوكولاته، وبطبيعه الحال غادي نوريكم كيفاش غنصاوبوا الكاب كيك عاديين كما غادي نشوفوا. هنا من بعد ما ضفنا الزيت كامل غنحاولوا نخدموها تقريبا واحد الدقيقه مزيان حتى نتاكدوا بان الزيت انسجم مع الشوكولاته والحليب. اذا هنا حصلنا على صلصه الشوكولاته، هي هذه صلصه الشوكولاته اللي تقدروا تخدموا بها اي حاجه بغيتوا، او تزينوا بها اي تورتة، او تسقيوا بها اي كيكة كذلك. ولا بغيتها تكون تخيلة اكثر تقدر تذوبوا القليل من الشوكولا وتضيفوا عليها، وكونوا على يقين انها كتجي اكثر من رائعة ولامعة فوق الكيكة او التورتة اللي بيديروا. اذا هنا اول حاجة غنحيدوا تقريبا ما ينهز 200 ملليلتر من الشوكولا او صلصة الشوكولا، يعني نفس الكمية الزيت اللي درنا غنحيدوها شوكولاتة. بسم الله، اذا تقريبا حيدنا 200 ملليلتر من الشوكولاته او صلصه الشوكولا. هنا غنضيفو البيض، نضيفو على شكل هكا، حاولوا نضيفو بيضه بيضه ونخدموها بالطراب. البيضة الثانية، حا
نحاول نخدمها مزيان تقريبا واحد جوج دقائق كذلك حتى نحسوا بان هذا الحجم هذا يعني تقل لينا شويه او هذا لاصوص هي تقلت والحجم تزاد واحد شويه تقريبا. ملي كنشوفوا هاد الفقاعات تكورينا كنعرفوا بان البيض انسجم. هنا غادي نضيفوا الدقيق مع خميره الحلوه. بسم الله. نحاولوا نغلبلوهم. هنا خص ضروري الفران يكون شاعل عندنا على درجة 170 درجة، يكون الفران شاعل من الأول، ماشي نخليوه حتى نساليو الكيكة أو عفوا هاد لي كاب كيك عندنا نشعلوه يسخن، خصو يكون واجد عندنا وسخون. هنا غنحاولو نخدمو هاد المكونات مزيان، نجمعوهم بالفوي حتى ينسجمو كامل العناصر. كما كتشوفوا يعني ما ثقيلاش وما جارياش في نفس الوقت. هنا غادي نبداو نعمرو لي كاب كيك. انا نحاولوا نفرقوا هذا الكيسيد، هنا نحاول نديرهم في هذا الهمول هذا او القالب هذا اللي عندنا. ما عندناش نقدروا نحطوهم على الطاوله عاديه، لكن من الاحسن يكون عندنا هذا المول. هكا حاجه باش نخدمو بهاد المكونات نديروهم في كاس اللي نقدروا نخدمو فيه بحال هذا اللي عبرنا به الحليب. غتجينا ساهله على هكا. نحاولو ما نعمروش اكثر من ثلثين ديال حجم الكيس الواحد. بسم الله. لان تنفخ لينا نعطيوها الاسباس ديالها فين تنفخ. غنبقاو على الحال هكا حتى نعمرو كاع الاكياس اللي عندنا. اذا كما كتشوفوا غنحاولو نضربو بهاد الطاوة ديالنا باش هاد الفقاعات يحاولو يخرجو. والفران كي قلت ديجا سخون عندنا لدرجة 170. اول ما ندخلوا هذا الطاوة الفران غادي ينزلوا الحراره 160 درجه. اذا غنتلاقاو في الشكل النهائي بطبيعه الحال بعد ما غنديكوروهم معا. اذا هنا غادي ناخذ تقريبا 100 غرام من الشوكولا، قطعناها على شكل هكا باش جينا سهله انها تذوب، وغادي نديروها في حمام مريم حتى تذوب لينا، وديك الساعات غادي نستعملوها مع صلصه الشوكولا. علاش انا هنا ضفت الشوكولا لهذه الصلصه؟ لان هادو لي كاب كيك بغينا نغطسوهم فيها باش هذاك الشوكولا يبقى فوق منهم باين كثير كما ما غادي نشوفوا. اذا غادي ندخل هذا الشوكولا غادي نديرهم في البماري حتى يذوبوا، وغادي نضيفهم لهذا الشوكولا هذه وغادي نستعملوهم كما ما غادي نشوفوا. اذا هنا من بعد ما ذوبنا الشوكولا على شكل غنضيفوا لها صلصه الشوكولا اللي وجدنا. نحاول نضيفوا شويه بشويه ونخدموا ما نوقفوش التحلاك. تجينا ثقيله لامعه بمعنى الكلمه. هنا غادي يكونوا الكاب كيك وجدوا، غادي نزينوا بهم هاد نزينوهم بهاد الشوكولا عفوا كي قلت. اذا هادو هما الكاب كيك هكا خرجوا لنا كتشوفوا رطبين طالعين تقريبا رائعين بمعنى الكلمه هاشين. شوفوا الشكل. هنا غادي نزوقهم، نخليهم في الكيسين تاعهم وغادي نزوقهم. طريقه جد سهله كما تشوفوا عادي على شكل هكا، خشيو في الشوكولا. نحاولو نجيبو دور هكا باش كلشي الشوكولا تدخل ونحطوهم على شكل هكا كتشوفو. ندوزو كلشي لي كاب كيك على شكل ونخليهم حتى تقريبا تشرب هاد لاصوص، وغنعاودو نفس الطريقة اللي درنا باش تدخل الشوكولا عليهم مزيان.
وديك الساعات غنشوفوا الشكل ديالهم النهائي. نقدروا نزوقوهم حتى بقليل من الشوكولا البيضاء اللي بغينا، لكن نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا. اذا غادي نتلاقاو في الشكل النهائي. اذا هذا هو الشكل النهائي كما ما كتشوفوا، يعني جاوا طالعين زينهم بالشوكولا كما ما شفتوا. وبالنسبه لصلصه الشوكولا اللي بقات نحتفظوا بها ونستعملوها، يمكن لكم تحتفظوا بها لمده تقريبا اسبوع، ما كاين حتى شي مشكل. هنا الطريقه كما شفتوا كانت جد سهله والنتيجه كانت رائعه بمعنى الكلمه. هنا غادي نوريكم حتى الشكل ديالها كتشوفوا، يعني رطبه، هنا الشكل ديالها رطبه بمعنى الكلمه. ونفتحوا الوسط ديالها وغادي نشوفوه، يعني رطبه بمعنى الكلمه، وش هي كذلك، يعني ما كتجيش ناشفه وكتكون طالعه بمعنى الكلمه. اذا غادي نخليكم وغادي نقول لكم بطبيعه الحال ما تنساوناش من جيم وبارتاج والاشتراك، ونتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ شيف مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.